صباح الورد والياسمين على الجميع. النهارده يا جماعه هصور لكم فيديو مختلف خالص، اللي هو احط للثعابين بيض. هنشوف الثعابين بتاكل بيض ولا لا، لان الناس كلها مقتنعه ان الثعابين بتاكل بيض. يلا طبعا معايا. طبعا انا سابت البيض اهي مع الثعابين، هنشوف الثعابين هتعمل ايه. زي ما انتم شايفين مفيش اي انتماء للبيضة. طبعا هنقل البيضة لصندوق تاني لان بقالها اكتر من نص ساعة مفيش حاجة كلتها، سيبناها في صندوق تاني اهو، برضو مفيش اي انتماء. يعني بصوا احنا هنا حطيناها هنا. هروح بقى اجيب فور وهنشوف الفور هل الثعبان هياكل بسرعة ولا هيعمل زي البيضة. تابعوا يا جماعة عشان لازم المعلومة اللي اوصلها لكم تكون عملي اكتر من علمي، لان انا بهتم بالعمل شوية. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين ديك فران، اسمها فران رات او فران تجارب. يا جماعة بجد الشيح مش بيطرد الثعابين، والبيض الثعابين مش بتاكله. مفيش غير نوع واحد بس في مصر اسمه الفرغة، موجود في الفيوم، موجود في مكان اسمه الباتس بتاع الفيوم. أعداده قليلة جدا، يعني مثلا إيه ممكن في السنة يوم ما تصطاد منه تصطاد 10، عكس أي التعابين التانية، يعني مفيش، نادر ومهدد بالانقراض. فطبيعي مش دي اللي بياكل البيض، والثعابين ما بتاكلش بيض، تمام. وبعدين هو لو كلب بياكل بيض صغير، بيض اليمام، بيض العصفور، بيض برص، مش هياكل بيض فرخة. يا جماعة يا جماعة افهموا معايا كويس عشان المعلومة توصل لكم. تعالوا نشوفوا الفئران ايه اللي هيحصل فيها. يلا بس عشان الناس تبقى مطمئنة، البيضة زي ما هي موجودة اهيت، مفيش حاجة عبرتها خالص ولا في حاجة هتعبرها. بصوا مسك اتنين في لحظة واحدة، تمام. فا يا جماعة زي ما بقول لكم كده، الثعابين مش بتاكل غير الحاجات اللي بتتحرك قدامها، الثعابين مش بتاكل البيض. طبعا الفرع الضني يعني ينفع كده يعني؟ يلا العظيم ده انت فرخ صحيح. طيب تعالى بقى لأجلك، دي قدر يا ابني، قضاء وقدر. الأذان يا جماعة، أنا هقفل لحظة واحدة وهفتح تاني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ورجعت لكم تاني يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتوا شفتوا هو قتل واحد. هو طبيعة التعابين اللي عندنا لازم تخلص عليهم الأول بحالهم، وبعد كده تبدأ اللي هي تاكل يعني، تمام. وبعدين أنا بوكلهم باستمرار، فهم مش جعانين يعني، لو جعانين في لحظة واحدة بيكون الفار تاكل يعني. بص الاتنين هيهجموا على فار واحد، وطبعا دي حاجة يعني خطر جدا بالنسبة للاتنين يهجموا على فار، ممكن الاتنين يمسكوا نفس الفار وثعبان ياكل التعبان التاني، فدي من الحاجات اللي هي الغلط أصلا. ايه يا باشا انت بتسمي قبل ما تذبح؟ ما تخلص بقى، عاوزين نقفلوا الفيديو. انت تعبان بارد صحيح. بصوا يا جماعة هنا يا جماعة حصل اكشن غريب كده. طبعا زي ما انتوا شايفين عمك ثعبان الصغير خالص ده قضى على الفار. يلا الله يرحمه، كان فار ابن حلال. يلا يا شباب يلا، ها ها انجزوا، يلا يلا يا بابا، يلا يلا. طبعا زي ما انتم شايفين الفار لازم يحور مع التعبان عشان التعبان يهجم عليه على طول. اما البيضه زي ما هي ملهاش اي 60 لازمه البيضه اهي. فيا جماعه افهموا بقى الدنيا ماشيه ازاي عشان ترتاحوا وتريحونا، مش كل يومين واحد ينزل يروح جاي لك مكافحه التعابين تحط بيضه وتروح حاجم فيها حقنه سم ويتعبني معاه. انا يا جماعه نفسيتي تعبانه منكم، تمام. افهموا التعابين صح يا جماعه، وافهموا عيشتهم دي ليه سلوك مختلفه. فالعملية والله مطالبة. طبعا زي ما انتم شايفين التعابين دي اصلا تعابين عاصرة، فبتهلك الحاجة، لازم تموت الحاجة بجسمها الاول.
هو ممكن يرجع الوقت ياكل ديل قديم خالص وكده يعني. هو تقريبا الفار صعبان عليه ولا ما تفهمش فيه ايه بالظبط؟ هو الفار ده يجرب لك طيب؟ حوار غريب والله العظيم، حاجة نادرة أول مرة أشوفها. بيلعبوا مع بعض، مشي منك مشي منك اجري وراه، أنت هتعض إيديا ولا إيه؟ فكك مني، مش قادر على الفرقة تقدر عليا. طبعا دي جرب يطلع في الروح، ودي مات الله يرحمه، ودي لسه بيعافر. تعال نشوف التاني اللي حصل له، هيبدأ ياكل فيها. لما تبدأ تاكلك بقول لي عشان ارجع لك تاني. طبعا هو هيبدأ ياكل فيه زي ما انتوا شايفين كده، ف لحظة واحدة هيكون مخلصه بإذن الله. يا عم كل البيضة يا عم عشان توري الناس اللي انت بتاكل بيض، تعبتنا الله يرضى عنك. جرى ايه يا عم انت كمان مش لسه واكل واحد؟ حرام عليك يا عم، يا فلوس حرام. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، هو جرب يخلص الفار. طبعا الفار دي بالنسبة للثعبان ده حجمه صغير جدا، يعني الثعبان دي ياكل فار حجمه مثلا 300 جرام، وياكل مثلا فرخة مثلا حجمها كيلو، لأن الثعبان يعني بيفتح جسمه، يعني بقه دي بيتفتح بطريقة قوية جدا، يقدر يبلع حاجة أكبر من حجمه. وطبعا البيضة زي ما هي موجودة، يعني البيضة لحد الوقت موجودة، بقالنا أكتر من ساعة بنصور في الفيديو، أو أكتر من ساعة ونص، والبيضة زي ما هي، مفيش أي جديد في الموضوع البيضة. وده طبعا زي ما انتوا شايفين لسه طبعا بيخنق فيهم وهيبدأ ياكلهم. خير يعني خير. زي ما انتوا شايفين كده جربت تخلصها على الآخر، هو ده مخلص واحد هيبدأ ياكل التاني، يعني هو ايه هيخلص دي ويبدأ ياكل اللي بعده. وجبة هنية يا صديقي. البيضة زي ما هي. طبعا خلي الأستاذ الدكتور يبقى يعرفك موضوع البيض كويس، يعني المفروض يديك معلومات صح من كده يعني. مع ان المفروض اللي كلت لو هي بتاكل بيض، انا حاطط البيضة قبل الفار قدامك يعني، تمام. فطبعا البيضة ملهاش اي 60 لازمة، وزي ما هي، ولو حسبتها سنة كده مش هتتاكل. ايه يا عم انت عمال تطلع لي فوق ليه يا عم؟ في ايه بينك وبين؟ قول لي بس. طبعا يا جماعة انا كنت عامل الفيديو ده مخصوص بحيث اللي اوصل للناس معلومة بسيطة، الثعابين ما بتاكلش بيض، والثعابين مش بتطرد من الشيح. لو عايزين اجرب موضوع الشيح ده برضو عملي زي ما جربت موضوع البيض، مفيش مشكلة بالنسبة لي، بس انا عايز اوصل لكم معلومة، ما تصدقوش اي حد يوصل لكم معلومة غلط يعني. وزي ما عرفتكم في الفيديوهات اللي فاتت ان الثعابين دفاعية مش هجومية، يعني الثعبان ما بيجريش ورا الانسان زي مثلا الكلب، يعني مثلا مش اول ما يشوف بني ادم يهاجمه، لا انت لازم تنكش وراه كده عشان هو ينكش وراك، فاهمني؟ والثعابين عشان تبقوا فاهمين معظمها غير سام، يعني شفت انتوا الثعبان اللي انا موريه لكم ده طوله حوالي 2 متر، 2 متر ونص مثلا،
دي كله مش سام يا جماعة، يعني تخيل حجمه قد ايه مش سام. فموضوع الحجم ما يثبتلكش ان الثعبان اذا كان سام او غير سام. الطريشة حجمها صغير جدا، او الحية القرعة ما بتعديش الستين سنتي وممكن تقتل انسان. فمفروض ان انت يكون عندك وعي علمي ووعي بيئي كافي، تمام؟ ما تصدقش الحاوي، ابعد بعيد عن واحد اسمه حاوي. اي شخص يقول لك في بيتك في تعبان انا شايفه هناك، دي نصاب. ايه دي نصاب يا عم؟ ده بيقول لك قسم ومش قسم. يا عم اسمع مني، نصاب. اصل انا هفضل اعيد وازيد ليه في الكلام اللي ملوش لازمه؟ انت المشكله اللي انت عارف اللي هو نصاب وبرضه بتجيبه وبرضه مقتنع بيه، فانا هسيبك تمشي على هواك، تمام؟ بس انا حبيت اوصل لكم معلومه ان الثعابين ما بتاكلش بيض، مفيش غير نوع واحد اسمه الفرخه اللي بياكل بيض. شكرا وكفايه كده، ويا رب ما اكون تعبتكم وصدعتكم وطولت عليكم في الفيديو، بس كان نفسي اوصل معلومه واديني وصلتها لكم.